تجارة انفاق، فيزكو المال يزكو بالانفاق. يقر لي يا مولانا، لا لا لا، يخرج ملايين زكاة وملايين صدقات، يقل رأس المال. طب ابو الدحداح؟ من ابو الدحداح ده؟ البيرحاء. ربح البيع ابو الدحداح. ابو الدحداح، ابو الدحداح لما يقال يعني في احد روايات التفسير لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مش كلام ربنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. شوف نهايه الايه ان هي اخره، هي اخره واليه ترجعون، واليه ترجعون. عشان نحاسب من بسط ومن قبض، ومن بسط بسط الله له، ومن قبض قبض الله عليه. ماذا صنع ابو الدحداح؟ قال عندي بستان او حائط فيه كذا من النخيل قد اقرضته لله، خلاص. نعم. ذهب لزوجته، وجدتها في البستان هي واطفالها. يا ام الدحداح اخرجي اطفالك، ما خبرها الخبر. فقد تصرف من تلقاء نفسه، قد اقرضناه لله لانه رجل، قد اقرضناه لله. لا لا رسلك. ما انا بجاوبك يا ابنه. طب والمراه التي تجلس في البيت تحتك، يعني قطعه اثاث ام ماذا؟ لا، في عمل ليس لها راي. لا لا، هي على نفس، تعزف على نفس الوتر، ربما يكون لها راي اخر. لا 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 لا، الطائعون في البيوت، ابو الدحداح يطيع ربه فتطوع له زوجته. من حنظلة الذي قال غلبت الشياطين الا امهم؟ لا لا، هذا الصحابي يعني. انا لا لا، شوف، هذا ابو الدحداح يقرض الله فيقرضه رب العباد امراه طائعه. سبحان الله. اول ما بلغها قالت ربح البيع ابا الدحداح، ربح البيع ابا الدحداح، لناكل منين ونشرب من اين. وضعت اصبعها في افواه اطفالها لتخرج تمرا كان في افواههم، قد صار لله ولفقراء المسلمين لا حق لنا فيه. وخرجت، فلما عادت عاد ابو الدحداح الى الرسول قال كم من عذق فواح ودار فياح في الجنه لآل الدحداح. كم من عذق فواح ودار فياح في الجنه لآل الدحداح.